السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي قناة أجندلس. النهاردة حسب كل مديرية جماعة التعليم بتوافق على إجراء امتحانات تكميلية لهؤلاء الطلاب. مين دول اللي هيمتحنهم؟ قالك وزارة التربية والتعليم والنهاردة وافقت على إجراء امتحانات تكميلية اللي هي التخلفات يعني للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان فصل الدراسي الأول. عايزين بس يبقى مقنعين لان كتير جدا اتصل بيا بيسالني ايه امتحانات تكميليه الحقنا يا مستر الحقنا يا جماعه الامتحانات التكميليه للطلاب اللي هم تخلفوا عن اداء الفصل الدراسي الاول. والوزاره اوضحت ان القرار بيشمل الطلاب العائدين من الخارج الذين لم يتمكنوا من اداء الفصل الدراسي الاول فيما يخص مرحلة الابتدائية والإعدادية. كلام واضح وصريح وبسيط جدا. والوزارة أكدت أنه يعقد لهم الامتحان التكميلي في الموعد المناسب لظروف كل مديرية طبقا لإجراءات كورونا طبعا والإجراءات الاحترازية والوقائية. ده كان خبر سريع كده حبيت أقوله لكم علشان في ناس كتير عندها لغط وعندها مشاكل في الموضوع ده خافت يعني. فالموضوع يا جماعة للي هم ما حضروش الترم الأول للعائدين من الخارج اللي هم المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط. دي مرحلة تكميلية مفيش منها خوف وتابع كل مديرية اللي هتحدد. يا ريت ننشر الخبر ده حتى تعم الفائدة لان كتير جدا الان بسبب الموضوع ده. كان معكم اسامة رزق مؤسسة أجيال أندلس قناتكم دايما بتوفيكم بالاخبار اول باول في امان الله.